3000 كيلو. ما جيري 300 كيلو. هي الجمال والسحر والإبداع، هي الثبات والصمود، صاحبة الوزن والاتزان، هي المفخرة والفخر، تجعل الزائر في حيرة وهو واقف وقفة إجلال، وقفة إجلال لمن ترك في تاريخ المدينة بصمة يعتز بها أجيال كل زمان. إنها الثريا، إنها الثريا التي بها تاز افتخرت وجعلتنا نسأل الناس عن وزنها وعدد مصابيح إضاءتها وسط مسجد أعظم، قيد الترميم بمدينة كنوز قل نظيرها. إنها تازة صاحبة الثريا، فلنسأل الناس. L'illustre plutôt à peu près dans les 600. Les 600 lampes. C'est à peu près. D'accord. Et pour le poids? Moi, je me rappelle plus. Ouais. Moi, je dirais 300 kilos. 34 quinto, non? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse et soyez la bienvenue. Merci beaucoup. الثريا التي تزبي افتخرت. نعم. كنظن بالنسبة للوزن ديالها إلا ما خانتنيش الذاكرة هو 32 قنطار بحسب التاريخ. وبالنسبة لعدد المصابيح كذلك، لأن هذه معلمة تازية مغربية كونية وتاريخية. كنظن شبه جازم هو 514 مصباح. الثريا يكون 1000. 1000 مصباح. 1000 مصباح. والوزن ديالها؟ ااا 500 كيلو فوق الوزن 3 طن، وعدد الوعد فيها واحد عدد كبير من المصابيح ما يفوق على 250 مصباح على ما كنعتقد، وتعد من اعظم المساجد اللي عندنا في تازا. 50 طن. 50 طن؟ واه هادشي شي كبيرة. ياك كبيرة بزاف. وداك المصابيح ديالها شحال؟ اللمبات باش كضوي؟ لامبات يكون عندها واحد الى اخره شي 120 ولا شي 150. فيها 3000 كيلو. 3000 كيلو. زيدوا العدد المصابيح ما حسبتش. 150 360 بحال هكا. والوزن؟ الوزن كيقولوا فيها شي 7 القناطر ولا 8. 7 القناطر. شي 3 طن وشي 58 كيلو ولا 56 بحال هكا. المهم والمصابيح 365. ممكن تعطينا العدد ديال المصابيح ولا الوزن ديال الثريا ديال المسجد الاعظم بتازا؟ واه يمكن لي نعطيكم الوزن والمصابيح. المصابيح تكون القدر ديالها واحد 300 مصباح، والوزن تاع الثريا فيها تقريبا شي 3 طن ولا 4 طن على حسب المعلومات اللي كاينين، على حسب الهضره اللي دايره ممكن يكون شي اكثر من 400 مصباح يمكن. غادي والوزن؟ الوزن المهم الاطنان، ولكن كاين الاطنان ولكن بالضبط ما نقدرش نقول لك بالضبط. هي الثريا باش تتكلم عليها صعيب 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 وصعيب بزاف باش تتكلم عليها. غادي نعطيوها القوله ديالها الشهيره بها ان الثريا فالمصابيح اللي بها يمكن ربما دي تكون اكثر من 265 مصباح بالنسبه للطوناج ديالها. الوزن ديالها ربما دي يكون واحد 2 طن و500 ولا 2 طن و350، هذا هو التقريب اللي عندي. فبالنسبه للثريا هي غضبانه، الثريا غضبانه، هي كتسال على الناس اللي يتكلموا عليها بالقوله اللي مات عليها المرحوم، والمرحوم قال قوله فيها كبيره، انا الثريا التي تكمل التكميله ديال البيت الشعري يعني تكمل من الناس ديال تازا. الوزن ديالها حيت هادشي شي 23 قنطار. فين ما كاينه 23 قنطار 900 كيلو. والمصابيح؟ المصابيح ما كاينش فيها المصابيح، اصلا ما كانش فيها المصابيح، كاين مصابيح من الزجاج التقليدي، ولكن المصابيح هذه ماشي المصابيح عاديه. شحال كاين؟ مقدر ما عيمانك الله. الوزن ديالها كيفوت وقيلا شي 10 طن. نعم. والمصابيح؟ المصابيح اكثر من 100. اكثر من 100 مصباح. 100 مصباح فيها. شكرا جزيلا. لان عندها الدروس. نعم. اربعه الدروس ولا خمسه، وعندك الدوره هزا البوله ديالها.